انا حياتي الفتره اللي فاتت دي كانت عباره عن مسلسل عربي طويل. فرح في حياتها حصل لها حاجات كتير، في حاجات منهم كانت صعبه. طارق انت مت والله، مش طارق مات، طارق لسه عايش. سلام قول من رب الرحمة. هو انت مش فاكرني خالص؟ وعز الجلال لله يا استاذه ما فاكرك. بيقول لي يا ابله حلق شعره كابوريا واخد بش لهنا. بقول لك يا فرح، هو شايفك مراته لسه؟ الجواز جواز يا حبيبتي على الحلوه والمره. طارق حبيبي ازاي؟ دي دلالي ماما. يعني انا وانت كنا مقطعين بعض على دي وسايبين دي عادي؟ ايه رايكم في باروكتي الجديده؟ تجنن بصراحه، جديده شيري كده شكلها بتحبني. نفسي قوي اجيب بيبي منك. شيلي ايدك من على جوزي يا خطفت الرجاله. يا الهي لقد عداني سنجاب الفضائيه. تروح لطارق تقول انك بتحب شادي وعايزه تكملي معاه. انا هاخدك ونطلع رحله صيد. انا مش قلت لك ما اشوفش وشك هنا تاني؟ انت ولا الحرامي ده. يا نهار اسود، ايه اللي بتحببوه ده؟ عملت لك عشا رومانسي عشان يهدي اعصابك. فرح، انا مش عايز منك اي حاجه دلوقتي غير انك تقولي ان احنا هنتجوز. انا بحبك يا فرح. انيس، انا عايزاك في حياتي باي طريقه. لازقين قوي. انا ورياض قررنا نتجوز النهارده. ايه يلا. المهدد من الناس النايت. وهتطلبي منه الطلاق امتى بقى؟ صرت عم تشتغلي مع البوليسي عليا؟ واشتغل مع اي حد يخلصني منه. مفيش حد تاني غيري هيقدر يطلعك من القضيه دي. انا متاكده ان كل حاجه هترجع احسن من الاول. مامي مامي عفريت طارق. انت مالك خايفه مني ليه كده؟ لا انا ما بخافش. فرح.